السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سر شاقي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك ترانزيشن مورف بطريقه مختلفه شويه. ترانزيشن مورف اللي انا قصدي على ترانزيشن مورف الجديد اللي انت تعمله في السلايد ده. بص الاول بس نمسح بس ده كده الاول، بمسح بس اللي اوت ده واجي اعمل هنا انسرت واجيب بيكتشر اللي عندي اخليها في الديسكتوب اهو، واجيب الصوره دي كده. الصورة دي لمنزل وكده، فأنا عايز أعمله بطريقة احترافية شوية. فأنا أخلي المنزل بالشكل ده كده، بس أنا نوسع يعني نخلي الصورة كده بعرض السلايد كله أهو، تمام. وأعمل هنا كليك يمين وأعمل هنا حاجة اسمها دوبليكيت، دوبليكيت تمام. وهنا بقى في الزوم ده كده نصغر الصورة دي كده ونروح مكبرين الكلام ده كده قوي، يعني مكبرين قصدي الصورة دي كتير قوي كده. بص انا هنا لما باجي، بص لو تلاحظ انا بس كبرت الصوره وعايز مثلا اعمل على الشاشه دي مثلا اهي، او على الشكل ده اللي هو الجزء ده كده، الجزء ده اللي انا بعرض الشقه بس بطريقه احترافيه شويه اهو. بص كده اهي، وبعمل كده اعمل هنا دوبليكيت برضو، واجي بقى هنا اروح مثلا عارض مثلا الشبابيك، وبعد كده اعمل هنا دوبليكيت، دوبليكيت قصدي، واجي هنا اروح عارض مثلا الترابيزه، الترابيزه بتاعت البلياردو دي، يعني مثلا اكبر كده الشكل ده كده واجيبها هنا كده اهي، نكبر شويه كمان ونطلع كده اهي، بحيث ان انا اجيب الترابيزه بس واعمل هنا دوبليكيت. هوريك دلوقتي ايه المنظر اللي هيحصل بعدين. واجي هنا الكراسي، اجيب الكراسي هنا، يعني نصغر كده على قد الواحد ما يقدر ونجيب الكراسي اهو. نصغر كده ونشوف احنا رايحين فين اهي. ده شكل الكراسي علشان تبقى متشاف. يعني احنا دلوقتي بص احنا عملنا ايه، احنا دلوقتي الصورة هي كلها دي، الصورة كلها اهي. انا بقى في الصورة دي انا عايز اعرض كل جزء منها لوحده علشان يطلع بمنظر احترافي شوية في المورف اهو. نيجي هنا عند دي اخر حاجة خالص، ممكن نجيب الترابيزة دي بس نصغر بس السلايدز ده كده اهي اهي دي كده، ونصغر السلايد ده كده شويه، نعمل كده زي زوم ونصغر دي كده شويه ونجيب الكراسي دي كده في الاخر، وبعد كده ناخد الصوره دي كده كوبي ونحطها في الاخر خالص هنا، او نعملها هنا دوبليكيت ونسحبها لتحت خالص هنا كده، ونيجي عند من اول هنا كده لحد هنا كده ونعمل هنا ترانزيشن ونحملها اسمها مورف. تعال اقول لك دلوقتي هنعمل ايه، هندوس على بريزنت ناو. بص بقى اول ما اعمل بريزنت ناو اهي، بعد كده ادوس بس ماوس كليك يعني ليفت كليك اهو. بص الصوره بص عملت ازاي، بص ثانيه، خدت بالك؟ بص ثالثه، بص الرابعه، بص الخامسه، جميله جميله جدا. هي دي بقى فكره مورف، ان انت تعمل ترانزيشن على سلايدز عندك وتعمل الشكل بطريقه احترافيه شويه. تعال نوريها تاني كده منظر تاني كده عشان انا عجبتني الحركه دي. بريزنت ناو، هندوس كده ليفت كليك، احنا كده رحنا على الحته اللي هناك، الناحيه التانيه، الناحيه التالته، الناحيه الرابعه والخامسه، انت تجيب الصوره كلها بس. فشكرا جدا ليكم يا شباب، ولو عجبك الفيديو اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان والله الواحد بيتعب جامد قوي عشان يطلع محتوى كويس. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. مع السلامه. مع السلامه.